اعرف بقى الموضوع ده اكتر واكتر من ملك التوقعات، ملك النص في افريقيا، ماهر جنينة، اللي دايما الحقيقة بينفرد معانا في كرة افريقيا، يلف افريقيا طول الاسبوع ويجي يقول لنا القصة الجديدة. يا ماهر. يا كابتن سيف، اهلا وسهلا بحضرتك وعلى كل الساده المشاهدين، وحضرتك وحشني كتير. الله يخليك. يعني خليني اقول لحضرتك ان النهارده اللجنه الوزاريه يعني في الحكومه المغربيه الخاصه بتتبع موضوع كورونا اصدرت عده قرارات، ان هي ادركت مصر من ضمن الدول الخاصه بالتصنيف الثاني اللي هو التصنيف ده. النهارده مصر دخلت التصنيف دوت، مصر وروسيا وتونس، الثلاث دول اضافوا على الدول تمام. القديمه. تمام. ده معناه ايه؟ ان اي حد قادم من مصر لازم يخضع لحجر صحي لمده 9 ايام. تمام. وبعد 9 ايام يتم عمل تحليل كورونا، لو التحليل طلع سلبي يقدر ان هو يكون متواجد داخل الاراضي المغربيه. تمام. لكن الحقيقه بقى في الخبر ده واللي يخصنا ان الخبر ده لا يندرج او يخص الانديه الرياضيه او البعثات الرياضيه. تمام. يعني النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي بره القصه. النادي الاهلي او البعثه الخاصه بالنادي الاهلي بره القصه دي تماما. تمام. وخليني اقول لحضرتك ان الماتش بدون حضور جماهيري، لكن اي حد ممكن بقى هيسافر الى المغرب عشان اللقاء او اي اغراض اخرى ويكون خارج بعثه النادي الاهلي هينطبق عليه. اكيد هينطبق عليه الموضوع. طيب. ده. طيب المنافس بقى كايزر تشيفز المنافس. يعني برضو المنافس نفس الموضوع، مش هيتطبق عليه ده. يعني تم استثناء البعثات الرياضيه. تمام. وخصوصا ان ده يعني المغرب شايفه ان ده يعني احتفال كبير، هتستضيف نهائي اكبر بطولات القاريه في القاره السمراء، حاجه بتضيف للدوله. طب معنى كلامك كده ان هيبقى في جمهور ولا لا؟ لا، مفيش جمهور قرار نهائي. مفيش جمهور هيكون متواجد، وحتى الفرق من اول ما تركب الطياره وتنزل ارض المطار في المغرب هيتم يعني البعثه هتتنقل باوتوبيس الى فندق اقامه خاص بيهم، وهو يعني هيبقى الى شبه ما يعني فقاعه طبيه، يعني ما حدش من افراد البعثه هيكون مسموح له ان هو يخرج ويرجع تاني. هتكون الدنيا محكومه بشكل كبير جدا، هيتجهوا للتمرين مع بعض، هيتجهوا لمكان الاقامه مع بعض، وهكذا حتى يوم ليله المباراه. ده هينطبق على فريق كايزر تشيفز وهينطبق على فريق النادي الاهلي. تمام. بشكرك يا ماهر، شكرا جزيلا. وماهر جنينة طمنا على بشكرك حبيبي، شكرا جزيلا. ماهر طمنا على بعثة الأهلي، خلاص الأمور إن شاء الله بإذن الله مستطبة، كله على ما يرام، استقبال في المغرب أكثر من رائع، في بلدنا التاني هناك الأمور إن شاء الله بإذن الله تمشي بشكل جيد، ويبقى الحلم والفكر والطموح والكلمة اللي كل جمهور النادي الأهلي مستنيها، العشرة يا أهلي.